لعبة الهوكي واحدة من أكثر الرياضات متعة في ممارستها أو حتى مشاهدتها، وخلال الفترة الأخيرة شهد صعيد مصر تأسيس أول مدرسة للهوكي، وأصبح هناك فرق تمارس اللعبة في محافظة قنا. من مدينة نقادة التاريخية في قلب الصعيد كانت انطلاقة الفكرة، حيث بدأ تأسيس مدرسة لتعليم الأطفال والفتيات قواعد لعبة الهوكي ونشر ثقافة ممارستها بين طلاب المدارس والجامعات. بدأ فريق الهوكي بالصعيد يتشكل ويجذب الكثير من المشاركين، فضلا عن مساعدات المدربين من خارج الصعيد، حيث يقدمون محاضرات وفيديوهات تشرح قواعد اللعبة التي تشق طريقها في الصعيد رغم الصعوبات التي تواجهها. ما وصل إليه فريق الهوكي في الصعيد حتى الآن تم بجهود ذاتية والتطوعية، يحاولون نشر الفكرة وثقافة اللعبة بصعيد مصر لتمتد إلى كافة المحافظات. نرحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة والمميزة بصراحة، اللي احنا بنتكلم عن الصعيد وبنتكلم عن الرياضة في الصعيد، وبنتكلم هنا تحديدا كمان عن رياضة الهوكي اللي بقت مؤخرا موجودة في الصعيد، بقالها سنوات قليلة جدا لكن دلوقتي واصلين لمركز حلو قوي. هنفهم تفاصيل بقى المدرسة اللي هناك من ضيفنا العزيز ده اللي هو جاي من هنا كمان مخصوص دلوقتي، كابتن محمد تكروني. صباح الخير. صباح النور استاذ مهند، ربنا يبارك في حضرتك. منور القاهرة. الحمد لله على السلامة. ربنا يعزك. الصعيد شكله اتغير خالص. لا خلاص، في تحسن في الصعيد. هوكي في الصعيد وان شاء الله ان شاء الله اشياء جميله جدا ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. يا رب. نورنا. ربنا يخليك يا رب. طيب هل الخطوه دي نقدر نقول عليها ان هي جت متاخره، فكره ان احنا نشوف رياضات مش العادي ان احنا نشوف اخواتنا في الصعيد بيمارسوها؟ هي بالفعل يعني والله قد تكون تأخرت، خاصة أن منشأ اللعبة أساسا من الصعيد، يعني نشأة اللعبة مارسها القدماء الأجداد من المنيا في مقبرة الأمير خاتم بن حسن، هناك في نقوش ورسوم بتدل على مصرية الهوكي، فالنشأة بتاعت اللعبة أساسا من صعيد مصر من محافظة المنيا، يعني برضو كان لازم إحنا نبدأ نرجعها تاني لموطنها الأصلي مصر وخاصة محافظات الصعيد. ده لو بالشكل ده يبقى احنا الخطوة دي اتأخرت كتير. اتأخرت كتير. بالظبط، كان المفروض ان برضو يفضل التراث زي ما هو محافظ على نفسه. طب. في المحافظات اللي نشأت فيها يعني. جميل. طيب كابتن محمد، نعرف عنك الأول يعني عشان نفهم الدماغ اللي هي في الآخر وصلت المنتج الجميل ده أو الفرق الجميل ده. ربنا يبارك في حضرتك. أنا اسمي محمد تكروني، محافظة جنة. كنت طالب بكلية التربية الرياضية، حاليا خريج كلية التربية الرياضية دفعة 2014 جامعة جنوب الوادي. بحضر دراسات عليا ماجستير في جامعة اسكندرية. أنا وطالب كنت يعني لحد ما بعشق المجال الرياضي وبعشق الرياضة، فكنت دايما كل المواد اللي أنا بدرسها مش باخدها على محمل الدراسة. لا، ببدأ أنا أنقب وأدور على معلومات عنها وأفتش وأعرف إيه تفاصيلها. كان من ضمن الألعاب اللي إحنا درسناها هو رياضة الهوكي. رياضة الهوكي درسناها في الفرقة الثانية كمادة أساسية بيتم تدريسها لينا، فأنا بدأت ما أخدهاش مادة زي أي طالب، لا بدأت أفتش عن اللعبة وبقيت أسافر أجيب كتب، لأن طبعا المعلومة عن رياضة الهوكي صعبة شوية، حتى لو دخلنا على مواقع التواصل وكده مش هنلاقي المعلومه بسهوله. كنت اسافر المكتبات اجيب كتب عن بتتكلم عن الهوكي وتاريخ الهوكي وحضاره الهوكي والمهارات في الهوكي. لما لقيت ان الفعل اللعبه اساسا صعيد ولعبه مميزه، وبعدين برضو مصر بتتميز فيها طبعا، فريق الشرقيه ده فريق العظيم، ده الرائد في افريقيا ودخل موسوعه جينيس في 2014 كاكثر نادي حقق بطولات، 22 بطوله افريقيه انذاك. فانا من اللحظات دي يعني حسيت ان اللعبه دي اصلا مصريه الاصل والنشاه وصعيديه، فبدات اشتغل على الملف ده ان انا اثقل نفسي بالمعلومات الكافيه اللي تخليني في الفتره الجايه اعمل مشروع قوي. بس انت نفسك ما مارستش الرياضه؟ انا لعبت اللعبه، انا كنت في الكليه، كان معايا مشتري على حسابي الخاص اربع مضارب، مخلي مضرب في البيت ومخلي مضرب في السكن بتاع المدينه الجامعيه ومخلي مضرب في الكليه ومخلي مضرب مع اصحابي في السكن الخارجي، كنت اتردد عليهم، كل مكان كنت اتواجد فيه لازم في مضرب، اقعد العب المهارات الاساسيه. وبعد كده لما انا خلصت كليه في 2015 طلعت لعبت، رحت اسكندريه حضرت هناك ونزلت نادي كرشه مع الكباتن هناك، بحيث ان انا اكتسب خبره عمليه كلاعب، واتمرنت مع الفريق هناك على رياضه الهوكي وخدت 10 شهور هناك، وبعد كده نزلت لعبت مباراتين هناك بشكل رسمي معاهم في منطقه الاسكندريه للهوكي، بحيث ان انا برضو اكتسب القدره على. لما انا رحت هناك على فكره كان لقيت الامكانيات المتاحه لدى منطقه اسكندريه اللي بيتمرنوا عليها، كانت البطوله مقامه على ملعب تربيه رياضيه ابو قير. لقيت ان احنا عندنا ملاعب في الصعيد وبنيه تحتيه تتميز، ويمكن والله تفوق الملاعب اللي بيتمرن عليها هناك وبتفوق الملعب اللي كان عليه البطوله يعني. هايل والله، كويس يعني. كان ملعب سموحه نزاك برضو متعطل، يمكن كان توفيق من ربنا، انا لو كنت نزلت على ملعب سموحه كان ممكن افقد الامل اقول لا احنا هنجيب منين ملعب كبير زي ده وملعب. لا، كان ملعب متعطل وكانت البطوله بتتلعب على ملعب كليه التربيه الرياضيه ابو قير. فانا لما عملت كده موازنه ما بين امكانياتنا وامكانيات اللي بتتم على
في التدريب في الهوكي في اسكندريه، لقيت انه متاح جدا. ده بالعكس احنا ممكن نقدم حاجه جميله وهتكون برضو حاجه جديده في الصعيد. حلو، انت دلوقتي الفكره جات لك وقلت عايز تطبقها واسس مدرسه، ده كان 2016. حلو، ازاي بقى اجيب استقطب او ان انا اجيب الناس او الرياضيين ان هم يجوا الرياضه زي دي؟ مش مالوفه طبعا للناس كتير منهم يعني. كانت اكبر عقبه بالنسبه لنا ان الهوكي مجهول الهويه شويه في الصعيد، يعني محدش عارف عنه حاجه. انا اول حاجه عملتها مسكنا لافتات ولفينا في الشوارع، جينا نسال الناس، نعمل استبيان بسيط كده ونسال الناس تعرفوا ايه عن الهوكي. كانت الهوكي والله يعني انا اتذكر والله برافو، انت كلك شغف يعني. خالد سلمان ومجموعه من اصحابي كنا نلف في الشوارع، جينا ونلف. تعرفوا عن الهوكي؟ كانت الهوكي بتنحصر في حاجتين اثنين، كلمه الهند والباكستان والشرقيه. اي حد عنده معلومه عن الهوكي بيقول لك دول هنود وباكستان، ثاني حاجه يقول لك دول بتوع الشرقيه. غير كده ما فيش. والطلبه الاطفال الصغيرين الروافع، من ضمن الروافع، دي كانت المعلومات اللي احنا حصلنا عليها، فكان مخوفنا جدا ان ممكن يكون مش هيكون في اقبال، لكن احنا بدانا نعمل ايه؟ نتبع اسلوب جديد. انا قلت اعمل فريق عمل يبقى متكاتف، فريق عمل كبير، نبدا نروج للعبه الاول بقوه في على مستوى الصعيد من خلال الانشطه الترفيهيه. متطوعين. رحت طبعا دي كانت البدايه، الدخله كليه التربيه الرياضيه بتدرس الماده دي، جمعت طلبه من التربيه الرياضيه وبدانا نعمل معاهم ان احنا نعمل اللي هو فريق العمل اللي يبدا ينشر اللعب يعني. قلت والمدربين كانوا برضو موجودين معاك بشكل تطوعي؟ هو ما كانش في غير انا اللي حاصل على كليه التربيه الرياضيه، وبدات اتواصل مع مدربين من الخارج زي كابتن يوسف طناحي، كابتن زيزو، اكتر من كابتن كان معايا بيوجهني. عارف ان انت وصلت يعني بطموحك لسويسرا وبتتعاون مع مدرب من ما هو كابتن تيتو يوسف مدرب في سويسرا هناك، مدرب هوكي هناك، هو حاليا مدرب هناك. حتى كنت دايما يعني هو كان معجب بالفكره ومعجب بالنشاط اللي كان ملحوظ في الصعيد، فبدا يتعاون معايا ويبعت لي برضو برامج تدريب ويبعت لي نصائح، خلي بالك ابدا مع الاولاد كذا، ابدا كذا. فانا كنت الفيديوهات كابتن محمد اللي احنا شفناها صح كده اللي كانت بدايه التقرير مع حضراتكم. دي كان مع كابتن تيتو، هو اللي كان مساعدنا ان احنا نبدا برضو نشتغل بشكل فني. بعد كده بدانا من خلال فريق العمل اللي هو تم تكوينه من طلاب الكليه. الاهالي بقى لما كنت بالذات في المرحله الاولانيه، مرحله ما بعد ما كنتوا بتمشوا في الشوارع باليوفط وتعرفوا ايه عن الهوكي، يعني نوع الحوارات اللي دارت ما بينك وما بين اولياء الامور بصفه خاصه اللي هم مش عارفين الرياضه دي وممكن يبقوا مستغربين ان اولادهم يمارسوها، كان كل حاجه يقول لك طب هي اللعبه دي، كانوا يسالوا على حاجتين، اللعبه دي مش هي بتتلعب بالعصايا؟ طب دي عايزه ملاعب خاصه؟ كنا نقول له لا، ده ممكن تتلعب على اي مساحه، على نجيل طبيعي، على نجيل صناعي، لان احنا هنلعبها مهارات اساسيه، هنعلم مهارات. طب ما ممكن يتعور؟ كنا نقول له لا، اللعبه ليها ضوابط صارمه بتحكم اللعيب ان هو ما يبقاش فيه عنف، وبعدين احنا حاليا في فتره تاسيس، هنعلم مهارات اساسيه بس دون احتكاك. فلما كنا نعرض اللعبه ومميزات اللعبه، ولان اللعبه طبعا ليها مميزات كثيره جدا على المستوى البدني والمستوى الصحي، واكثر من اولياء الامور لما كانوا يشوفوا القيمه بتاعت اللعبه كانوا يقول لك خلاص انا ما عنديش مشاكل ان انا اشك ابني. وكمان يعني لاحظنا حاجه كنا يعني بنتمناها من ربنا سبحانه وتعالى ولقيناها، لما جينا قلنا عدم وجود اللعبه في الصعيد وفقدان الهويه هيكون سبب او عائق لنا ان ما حدش يشارك، لا احنا حولناها لميزه، قلنا ليه ما يكونش ان اللعبه مش موجوده ميزه عند اي حد ان هو يجرب حاجه جديده. وبالفعل كان كده، يعني عدم وجود اللعبه في الصعيد وعدم ان الاهالي مش عارفه عنها حاجه، كنا ندخل نقول له انت ابنك هيكون هو اول حد هيلعب هوكي في الصعيد، ده ظهور اجتماعي، حتى لما يكبر في السن يحكي لاولاده بصوا ده انا ابوكم هو اللي كان سبب في وجود اللعبه، رائد الهوكي فينا، رائد الهوكي فينا، أيوة واحنا اللي سبب في وجودها. وما فيش يعني فلوس بتدفع او حاجه، الموضوع لا مجاني، كان الموضوع كله مجاني 100%. حلو جدا. كان طيب مجاني. احنا كابتن محمد هنروح بس فاصل سريع وهنرجع نكمل معاك، كمان هنروح بقى لملف الرياضة أصلاً في الصعيد في العموم. فاصل سريع ونرجع نكمل. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد، رجعنا لكم مع ضيفنا العزيز كابتن محمد تكروني مؤسس مدرسة الهوكي في الصعيد، وعايزين نقف معاك يا كابتن محمد عند نقطة الرياضة في الصعيد أصلاً، يعني غير الهوكي، احنا اتكلمنا عن الهوكي ولسه هنكمل كلامنا بطبيعة الحال، بس الرياضة في الصعيد بشكل عام شايفها عاملة إزاي؟ هل في تحفظات مثلا على كم من الناس اللي بيمارسوا الرياضه في الصعيد؟ هو في الوقت الحالي الرياضه في الصعيد طبعا نظره الاهالي واولياء الامور والمجتمع الصعيدي اختلفت عن الاول، كان الاول فعلا يعني ممكن الرياضه مضيعه للوقت مش عارف ايه، لكن في الوقت الحالي اولياء الامور كلها بتشجع اولادها على ان هي تمارس رياضه بشكل كمان قوي جدا وبدعم قوي جدا، وبدات الرياضه تتغير نظره المجتمع ليها على ان هي شيء اساسي. بنات واولاد. بنات واولاد، حتى احنا برضو شغالين على ملف التمكين الرياضي للفتيات، وعندنا برضو فريق الهوكي فريق فتيات بيلعب رياضه. فاولياء الامور بدات تستجيب لممارسه الرياضه، لان الرياضه خلاص بقت يعني شيء مفروغ من امره انه شيء جميل جدا ومفيد حتى على المستوى الصحي.
برضو الصعيد مصر بيمتلك من القدرات والخامات البشريه في اللعيبه، طبعا طبيعه الحياه في الصعيد وكده، فاللعيب عندها اللعيبه عندها والاطفال عندها مقومات بدنيه حلوه خالص، قياسات انثروبومتريه كويسه خالص، فده كله بيساعد ملف الرياضه في الصعيد. وبرضو الفتره الاخيره دي بدايه من برضو الدكتور خالد عبد العزيز، الباشمهندس خالد عبد العزيز في مراكز الشباب والانديه، حصلت طفره برضو تطوير في مراكز الشباب. في مراكز الشباب فعلا يعني بتحتاج نظره وبتحتاج تطوير، بس حاليا بدات مراكز الشباب يتم اللي هو النجيل الصناعي، يتم الاهتمام بالملف الرياضه نفسه برضو. حاليا الانديه الكبيره بدات تهتم للصعيد وتبعت كشافين والله. والفتره اللي فاتت الفتره اللي قادمه ان شاء الله لو تم الاهتمام بالصعيد بشكل اقوى كده، هنلاقي والله طفره في المجال الرياضي على مستوى الصعيد بالكامل. حاولت تتواصل مع حد من وزاره الشباب والرياضه مثلا؟ يعني خلينا نعرف منه. احنا حاولنا تواصلنا مع مديرية الشباب والرياضه في بدايه المشروع، فكانت الفكره اني والله هو بتحتاج ملاعب بطبيعه خاصه، وكان برضو لحد ما في روتين شويه، ولقينا الاجراءات هتتاخر وهتاخد وقت، بس هو ما كانش في حد يرفض يعني، كانت كل الناس تبدي تعاونها، بس برضو بتتاخر الاجراءات شويه، ففضلنا احنا نشتغل بجهود ذاتيه ونثبت للوزاره يعني، مش عايزين نقول للناس اعملوا لنا، عايزين نقول لهم ادينا عملنا يلا نكمل. فاحنا اتبعنا سياسه جديده ان احنا سياسه اثبات الذات، ان احنا نبدا نقول للناس، مش بدل ما نقول لهم عايزين نعمل هوكي، لا نقول لهم ده في هوكي، يلا بينا نكمل ونطور ونكبر. دي كانت الاتحاد المصري. طيب للهوكي، الاتحاد المصري للهوكي تواصلنا معاه من قبل جائحه كورونا، وانا اخذت دوره في الاتحاد المصري تدريب الدوره الاساسيه، تواصلنا مع الدكتور ايهاب زين العابدين، بصراحه من الشخصيات الجميله جدا اللي ابدا استعداده وابدا ان هو يبدا ينشا منطقه في الصعيد، وتواصل معايا قال لي خلاص اختار 5 انديه 6 انديه ابداوا نعمل لكم منطقه في الصعيد. وبرضه وزير الشباب والرياضه في اخر زياره لي كانت في نجاده من سنه ونص بالظبط، شاف الاطفال وشاف الاولاد، والله يعني هو كان متوجه على المنصه لما شاف جمال الاولاد اتجه لهم مباشره ورحب بيهم وابدا استعداده ان هو يبدا يدعم الملف الفتره الجايه، لكن برضو لحد ما احنا محتاجين العجله شويه في بص بقى، بما ان احنا ذكرنا الاتحاد، احنا معانا دلوقتي تليفون دكتور محمد بدر، عضو اللجنه العلميه بالاتحاد المصري للهوكي. يا دكتور صباح الخير على حضرتك في البدايه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، على حضرتك وعلى كل اللي مع حضرتك في الاستوديو. اهلا بيك. ومعانا نموذج مصري لشاب يعني خليني اقول عنده اراده وفي نفس الوقت مهتم جدا بالرياضه، وانا هتكلم هنا في الصعيد، واكيد حضرتك عرفت ان هو اسس مدرسه للهوكي هناك، ودلوقتي نقدر نقول ان هي فعلا ناجحه، فخلينا نعرف من حضرتك ازاي ممكن ندعم كمان هذه الرياضه في الصعيد تحديدا. والله في الاول انا بحيي واوجه تحيه لهوكي الصعيد من خلال الكابتن محمد ومن خلال حضراتكم ومن خلال قناه النادي الاهلي. لعبه الهوكي لعبه مصريه زي ما احنا عارفين، يعني اصولها وجذورها في معابد بني حسن في الصعيد في محافظه المنيا، وده بياكد ان يعني لعبه الهوكي لعبه مصريه بالاساس وجذورها الصعيديه موجوده، وده يخلينا نبص او ننظر نظره قويه جدا لموضوع هوكي الصعيد من خلال التجربه الرائده اللي موجوده هناك دلوقتي واللي عاملها الكابتن محمد. يعني انا بشكره وبحييه على المجهود الذاتي وان هو قدر فعلا في بعض يعني الجهد او يعني الجهد الكبير، ولكن ببعض الادوات البسيطه خالص صحيح. قدر يجمع المجموعه اللي معاه ويقدر يعمل مدرسة فعلا تقدم لنا مواهب في المستقبل. ولكن هو بس الموضوع كله محتاج نظرة قوية من وزارة الشباب والرياضة لتبني مثل هذه النماذج اللي يعني بتشتغل بشكل تطوعي. وأنا يعني شايف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مدي أولوية واهتمام لموضوع التطوع، فبالتالي لما يظهر لنا نماذج زي الكابتن محمد كده بيتهيألي لازم نكون واقفين وراهم بشكل قوي جدا من خلال الاتحادات الرياضيه ومن خلال وزاره الشباب والرياضه. دكتور محمد، يعني كنا بنتكلم مع كابتن محمد اللي منورنا في الاستوديو، وجت في بدايه الحوار سيره ان الهوكي كرياضه يمكن مش معروفه قوي في الصعيد، فانا كان جوايا في نيتي عايز اقول له والله ولا حتى في القاهره الى يومنا هذا، هل نقدر نقول ان رياضه الهوكي من الرياضات اللي مهضوم حقها اذا ما قارناها بكره القدم مثلا او بقيه الالعاب الجماعيه؟ والله يا كابتن كريم، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان رياضه الهوكي عندنا طبعا، حضرتك نادي الشرقيه نادي معروف طبعا بتاريخه وحصوله على البطولات الافريقيه، وكاد
يكون النادي الجماعي او اللعبه الجماعيه الموجوده في القاره رقم واحد. في 2019 حصلنا على كاس او جائزه افضل فريق جماعي على المستوى الافريقي. طب وده سبب ادعى على البطوله الافريقيه لاكثر من 25 مره على فرق الرجال، والسنه اللي فاتت لاول مره على فرق السيدات. فطبعا ده تاريخ كبير جدا من البطولات والمنافسات الافريقيه يقدر يحصل عليه فريق جماعي زي فريق نادي الشرقيه. مفيش شك نجاحات مدويه، ولكن انا بكلم حضرتك على الصعيد بقى الشعبي، على صعيد كم من الناس اللي بيمارسوا الرياضه دي بشكل احترافي. هل محتاجه نلقي عليها الضوء اكتر؟ هل محتاجين ندعم وجود الرياضه دي اكتر؟ والله يا فندم اللي احنا محتاجينه ان يتحط يعني زي ما بنقول كده ان احنا ننقل صوره الابطال دول. يعني النهارده المباريات يبقى ليها نقل تلفزيوني، النهارده اخبار المنتخبات، مواقع الالكترونيه الخاصه بالاتحادات، يعني احنا هنقول الاتحاد الاوروبي من الاتحادات اللي هي الشهيده زي ما بنقول كده. فمطلوب ان احنا نستخدم التكنولوجيا شويه في ان احنا نزود الموضوع ده، يعني نخلي الناس تشوف اللعبه بتاعتنا، وبالتالي اكيد الرواج ده هيخلي الموضوع يبقى ليه شكل اقوى طبعا. والدليل النهارده وجود الكابتن محمد وتجربه محافظه هنا على النادي الاهلي اكيد هتسيب صدى كبير جدا في موضوع الهوكي ان شاء الله. طيب عايز توجه لدكتور محمد اي طبعا عايز اوجه دكتور محمد شكر كبير على دعمه طبعا بصفه برضو شخصيه حتى في رساله الماجستير ومادي بالحاجات اللي انا بحتاجها. ربنا يخليك يا دكتور. وبرضو كان وجه لنا دعوه قبل كده ان احنا نروح نلعب عندي نعمل معسكر عنديهم في الشرقيه برضو، قال ما تشيلوش هم اي حاجه، هات الفريق وتعالى عشان ينزل على ملعب هوكي حقيقي. وجه لنا دعوه والله، بس جات الكورونا ووقفت الامور. والله يا دكتور عاجز عن تقديم الشكر لحضرتك، دايما واقف ورانا وبتدعمنا حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، دايما بيشجع ويحفز فينا. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. لا يا كابتن محمد انت تستاهل كل خير، وبعدين الدعوه مفتوحه لحضراتكم في اي وقت يناسبكم. طبعا احنا بنقول يا رب يرفع الوباء والبلاء عن البلاد، يعني موضوع كورونا مصعب الامور شويه على الناس كلها، ولكن احنا برضو الدعوه مفتوحه وقت ما تحبوا ان شاء الله تشرفونا في الشرقيه. احنا اللي نتشرف في محافظه الكرم يعني. طبعا اجدع ناس، انتوا اللي عزمتوا القطر يا فندم. نورت الدنيا، نورت الدنيا دكتور محمد بدر عضو اللجنه العلميه بالاتحاد المصري للهوكي. عجبني الجزء ده الاخير من الكلام، في عزومه يا ريس وجايين لك الصعيد انا واختك نهوان وهتعملوا معانا بقى احلى واجب انتوا اهل الكرم كله. والله ان شاء الله تشوفوا احلى برنامج حقيقي. تحيه لكل اهلنا هناك دلوقتي في الصعيد وفي قنا وفي كل مكان، يعني حقيقي ان شاء الله نيجي نزورهم ونتشرف كان احنا نقابلهم. والله العظيم وعد على حقيقي. انت بس خش علينا بالمبادره واحنا ننفذ بالنبي الندى على طول. انت كنت قلت لنا حاجه في الفصل اللي فات ملفته جدا للنظر ليها علاقه بالهوكي وكابتن مختار التتش، فبرضه لازم نقول المعلومه دي للناس. والله هو يعني قبيل الجمال دلوقتي في البرنامج دعوه النادي الاهلي، توفيق ربنا برضه سبحانه وتعالى ان احنا دلوقتي احدث فريق في الهوكي، ولسه لما يتم ادراجه في الاتحاد المصري للهوكي يعتبر احدث فريق، اقدم فريق برضه، يعني انتوا سلطتوا الضوء على احدث فريق، اقدم فريق تم تكوينه وكان سبب في دخول الهوكي للانديه المصريه كان على ايد العظيم الكابتن مختار التتش، لان هو في رجع من برلين عام 1937 لما رجع عجب الهوكي هناك، اتفرج على كل الماتشات وقرر ان هو يبدا يدخل اللعبه في الانديه المصريه، واستعان بقدامى لاعبي النادي الاهلي لكره القدم وكون اول فريق في والله في يعني الانديه اول فريق للهوكي كانوا لعيبه كوره بالظبط، وكان قدامى كره القدم عيد الكابتن مختار التتش وهو اللي اسسه وكان سبب لدخول الهوكي في الانديه المصريه. رائع جدا، فدي حاجه جميله، يعني اقدم فريق على من النادي الاهلي واحدث فريق بغطي انشطه القناه العظيمه قناه النادي الاهلي. ربنا يبارك فيك. نورتنا يا كابتن محمد حقيقي، وكل التوفيق. مره ثانيه نوجه التحيه لاهلنا في الصعيد وربنا يوفقك، وان شاء الله يكون كده في كمان تعاون على صعيد كمان وزاره الشباب والرياضه باذن الله في المستقبل. ربنا يبارك فيك. احنا واثقين طالما عندك هذا القدر من الاصرار والدأب والشغف فان شاء الله هتحقق كل اللي انت بتحلم بيه. نورتنا يا محمد، شكرا جزيلا. واكيد بنشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده، بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل كابتن نهوان. نفطر بقى. ايوه يلا بينا. باي باي.